لا يفقه في أمور السياسة والشؤون العسكرية، وأثبت فشله في الاقتصاد على مدى 3 سنوات مضت، متجها به نحو الهاوية. معين عبد الملك، الذي طالما تمنى المواطنون بمناطق سيطرة حكومة هادي أن يكون له من اسمه نصيب، وأن تكون الأوضاع في عهده أفضل من سابقيه. لكن العكس من ذلك هو ما حدث، حيث زادت الأوضاع في عهده سوءا على كافة المستويات، تلخصها دموع هذا المواطن المغلوب على أمره. صراحة قالوا ما قدر من الشيء، لأن لا توجد لدينا رواد من الآن 8 أشهر، لا توجد لدينا أي شيء، لا تستطيع شراء شيء، ما قدرت لي حتى صيد. عدم وضع سيء للغاية، نجيب لنا رواد بس أكل عيال بس، هذا مضروب العيال هاي، والله ما زلي أزرق ثلاثة سنوات مرت منذ تولي معين عبد الملك رئاسة حكومة هادي، وهو الرجل الذي زعم حصر اهتمامه في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم انخراطه في دهاليز السياسة وحساباتها. لم يحظى أي رئيس للوزراء في اليمن بالسخرية التي حظي بها رئيس حكومة هادي الحالي معين، الذي أكمل عامه 3 على التوالي في قمة هرم السلطة التنفيذية للبلاد، خاصة عندما قام مؤخراً بزيارة قصيرة لبعض المحافظات الجنوبية كشبوة وحضرموت، تزامنت مع غليان الشارع الجنوبي الذي يعيش أوضاعاً خدمية ومعيشية صعبة، أرهقت كاهل مواطن أصبح يعاني الجوع والنزوح والتشرد. فيما ينعم رئيس حكومة هادي ورفاقه بالعيش في فنادق الرياض. هذه المذيعة هي الأخرى، سخرت من الرجل أثناء مقابلة متلفزة متسائلة: متى تعودون إلى اليمن وتحكمون بعيدا عن أجندات الرياض وحليفتها أبو ظبي؟ لكن الرجل حاول التهرب والتبرير كالعادة. دكتور الرئيس، خبرني إلى متى ستحكمون عن بعد وستعودون إلى اليمن؟ وفي المرات القليلة التي عاد فيها معين وحكومته إلى عدن، يتزامن هبوط الطائرة التي تقل حكومته في المطار مع هبوط آخر في العملة المحلية، وتزداد الأوضاع سوءا. منذ تعيين معين عبد الملك رئيسا للوزراء في أكتوبر من العام 2018، بدأت عجلة الاقتصاد الوطني تدور بسرعة أكبر، ولكن نحو الهاوية، وأصبح المواطن يكتوي بنارها يوما تلو آخر. طالب بإقالة حكومة معين عبد الملك إذا كان هكذا الوضع بيستمر في قدم استقالته، فيعتبر هذا الفشل بعينه. لحنا نريد مسؤول أو وزير يخدم مواطن، مش يخدم بيسه وبنوكه. ففي حكم الرجل سجل الريال اليمني رقما في الانهيار غير مسبوق تاريخيا أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز الدولار الواحد أكثر من 1300 ريال يمني، بعد أن كان سعره لا يتخطى حاجز 600 ريال قبل 4 سنوات، بعد أن أنهكته السياسات الخاطئة التي من أبرزها طباعة العملة الجديدة وإغراق السوق المصرفية بها. تقرير الخبراء المكلفين بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن اتهم هو الآخر حكومة معين عبد الملك بالتورط في عملية تبييض الأموال، كما يتهم عبد الملك من قبل مسؤولين وناشطين سياسيين يمنيين بقابليته لابتلاء إهانات الإمارات والسعودية، كما يجري اتهامه أيضا بالتبعية للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر. معين عبد الملك كرئيس حكومة لا يصلح على الإطلاق، ونشاهد أن هذا الرجل يعني مجرد جندي لدى النظام السعودي، لدى السفير السعودي، لدى الإمارات. شخص مزروع في هذا الموقع لكي يغطي على أعمال الإمارات والسعودية. هذا غيظ من فيض، وما خفي كان أعظم.